السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة بداية فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة جيمنج مع يومات محمد أحمد. النهاردة يا جماعة الفيديو ليه عنوان واحد وموحد، أنا اللي بقالي فترة كبيرة منزلش فيديوهات. طبعا يا جماعة انتوا كلكم عارفين ان في امتحانات شهرية، وامتحانات شهرية ديت بتبدأ من أول رابعة ابتدائي على ما أتذكر بقى في الإعدادي، تمام؟ لغاية الإعدادي يعني. فالامتحانات الشهرية ديت انا نسيت اقول لكم ان انا في ستة ابتدائي، فانا كنت لازما امتحن، وانا مش فايق ان انا اصور لكم فيديوهات. انا ورايا يا جماعة، انا في ناس بتقول ان انا قاعد فاضي، والله العظيم ما قاعد فاضي، انا ورايا يعني ورا. انا بص، انا اقول لكم على حاجة حلوة، انا باجي من الدرس ده على الدرس ده، ومن الدرس ده على الدرس ده، يعني انا باجي من الدرس ده والله العظيم بروح دروسي من ساعات الساعة 8 الصبح، 8 الصبح، وساعات الساعة 9، وساعات الساعة 10، وساعات بروح الساعة 10:30، تمام؟ يعني أنا مرة بطلع، مرة بروح الساعة 8، بطلع 9:30، يدوبك بلحق أجي أفطر، ورايا درس تاني الساعة 10:30، بروح وباجي منه يعني أنام لي شوية، أصحى. اصحى يا جماعة اروح درس، ورايا درس تاني الساعة 4، اي من الساعة 4 اروح درس تاني الساعة 6، يعني بطلع الساعة من الساعة 4 بطلع الساعة 6، الساعة 6 بروح درس تاني، باجي الساعة 8 بالليل. انا يا جماعة يعني ورايا حاجات كتيرة كده، ما ينفعش اكون مركز معاكم انتوا وسايب الحاجات دي، فلازم اركز في الحاجات ديت اوي. وطبعا يا جماعة انا في ستة ابتدائي، انا يا جماعة انا ورايا كان لازم برضو، انا هقول لكم الفترة الجاية بإذن الله، بس بعد ما اعدي امتحانات الشهرية، وبعد ما اعدي امتحانات النص سنة. انا ورايا يا جماعة امتحان نص سنة يوم 24/1، فلازم يا جماعة اعدي الامتحان ده كده. يا جماعة نهاية الفيديو، مش عايزة اطول عليكم، وقلت لكم ايه هو السبب، ان انا كان ورايا امتحانات شهرية ولازم انا اركز فيها، ولازم اركز في امتحانات نص السنة، لان يا جماعة انا ورايا حاجات كتيرة قوي، ومعلش معلش على تأخيري. وزي ما قلت لكم هو السبب اللي هو سبب تأخيري، وما تزعلوش مني لو لان يعني ما تزعلوش مني لان يعني انا عارف ان انا اتأخرت عليكم يا جماعة فترة كبيرة قوي، يعني انا عارف فترة كبيرة يعني 2 3 اسبوع. ان شاء الله راجع لكم فيديو جديد، وان شاء الله بدأت اتحدث من نفسي. انا كنت يا جماعة بصور فيديو ماينكرافت، بصوره على التليفون عندي، ان شاء الله نزلت ماينكرافت على الجهاز الكمبيوتر، واصورها بإذن الله على الكمبيوتر، بس هعدي بس امتحانات نص السنة. لسه هروح انزل برنامج اللي هو التصوير على الكمبيوتر، لسه هروح انزله، واحاول اجيب احاول انزل معالج اكبر في الكيسه بتاعت الكمبيوتر. وانا نزلت ماينكرافت الحمد لله، وهنزل العاب تانية والعب بقى بعد كده على الكمبيوتر، وتبقى ومنتج على الكمبيوتر، تبقى حاجه جميله قوي. بس مش عايزه اطول يا جماعه عليكم، كان نهايه الفيديو، ما تنسوش يا جماعه تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي تعليق حلو، لان انا محتاج تعليقاتكم ومحتاج دعواتكم ليه في الفترة دي، لأنها فترة صعبة جدا، ورايا امتحان يوم 24، تمام؟ فهي يا جماعة فترة صعبة، بيها هو عارف وهو أدرى، وبس. وكده معايا الفيديو.